دي مقادير خبز التورتيلا السائل اللي هنحتاجها النهارده في عمل السندوتشات بتاعتنا في الغدوه السريعه. وده خبز التورتيلا السائل مقاديره عباره عن 3 كوبايات وربع من الدقيق وكوبايتين من اللبن وكوبايتين وربع من الميه ومعلقه صغيره من الملح او اقل شويه وربع اقل من ربع كوبايه من الزيت. هنقلبهم كويس قوي بالمضرب السلك ده ونركنهم كده 10 دقايق. بعد كده نشتغل في الطاسة على طول ونعمل الخبز بتاعنا نسويه ونجهزه ونشوفه مع بعض ونكمل بقية الوصفة بتاعتنا في الغدوة السريعة الحلوة النهاردة. ودي الحشوة اللي هنستعملها في السندوتشات النهاردة اللي هي عبارة عن قرن فلفل مبشور وبصلة متوسطة مبشورة وفلفل وملح وكمان هنضيف عليها بطاطس مهروسة مسلوقة ومهروسة جامد ومعلقة من الزبدة ومعلقة كبيرة من أي جبنة سواء جبنة كريمية أو جبنة رومي أو أي نوع جبنة مبشور أو مطبوخ بالشكل ده. وهنقلب كل ده على بعضه وتبقى دي الحشوة بتاعة السندوتشات بتاعة خبز التورتيلا اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. ولسه برضو السندوتشات مش هتبقى على قد العيش والحشوة كده لكن لها إضافات تانية هتخلي شكلها مختلف وطعمها جميل جدا وطريقة تقديمها فاخرة وجميلة. ودي عجينة خبز التورتيلا السائل اللي هنحمره دلوقتي. ان احنا هنعمله خبز تورتيلا سائل محمر في الطاسة. فدي العجينة بتاعته بعد ما فات عليها 10 دقايق. بنجيب الكوباية المعيارية اللي هي نص كوباية وعملت منه كذا واحدة فده كانت النتيجة بتاعتهم هي طالعة كده بالشكل ده. وهي في الطاسة هنا هي بنعمل ايه بقى في الطاسة؟ احنا بنحط في الطاسة معلقتين من الزيت وبعدين بنصب عليهم النص كوباية المعيارية بتتفرد بقى بالشكل ده لان هي سائلة. دلوقتي انا هقلبها على الوش التاني عشان اسويها بعد كده هعمل ايه واحدة جديدة وهوريها لكم. وادي الطاسة بتاعتنا حطينا فيها معلقتين زيت اهمت وهي على النار سخنة يعني كل مرة بنحط معلقتين زيت بمعلقتين. بعد كده انا هجيب اهو الكوباية المعيارية بتاعتنا اللي هي نص كوباية وهقلبها هنا في الطاسة اهو. هي بتتفرد من نفسها لان هي ايه سائلة. بعد ما بيستوي بيستوي الأراضية بتاعتها بقلبها على الوش التاني بس يعني ما تحتاريش لو لقيت الشكل مش منتظم او حاجة لانك بعد كده انا بصور بيه طبعا وبعمل بايد ممكن انت بقى لما كنت تعملي لوحدك هي تتحكم اكتر بس انا بوريك الطريقة. بنحركها بالاسباتيولا ونقلبها على الوش التاني ايه هتتحمر هنطلعها بالشكل ده هتبقى بالمنظر ده. بعد كده هنلف السندوتشات بتاعتنا واقول لكم فيها ايه الحركه اللي هنعملها فيها تاني ويبقى ايه يعني خلاص لسه لنا حركه تكه واحده وتبقى جاهزه للتقديم. ومجهزين طبعا الحشوه اللي قلنا عليها وايه ده هقلبها بقى اهوت على الوش التاني ونكمل. انا بقلبها بقى لما بحس ان هي بدات تتحرك اهو فانا خلاص هي كده استوت من تحت هقلبها لو متمكنه بقى بتروحي قلبه بالطاسه كده لكن انا هقلبها بالاسباتيولا والمعلقه عشان ما تتكسرش مني. وهي اتقلب ده قلبتها بكل سهوله وبتتحرك بكل سهوله اما تكتمل تسويتها من تحت هي طلعها مع الباقيين هنا لكن طبعا هنا الطبله اللي في الطاسه شكلها مش يعني منتظم لكن هنا بدا كله كان حلو ومدور وجميل لان انا كنت يعني مش يعني بشتغل بايديا الاثنين طبعا لكن هنا بصور لكم بايد وبعمل بايد بس بوريكم الطريقه. وبعد كده هي هنلف السندوتشات بتاعتنا بعد ما اخلص الوحدات الخبز المحمر دي وهقول لكم هنعمل فيها ايه. بعد ما خلصنا كل وحدات الخبز التورتيلا السائله المتحمره حشيناها بالحشوه بتاعتنا اللي جهزناها في الاول بعدين لفيناها وحطيناها في البايركس بالشكل ده. هنا بقى بيضه بشويه ملح وفلفل هي لمعنا الوش بتاعها كده بالشكل ده بس نضغط السندوتشات جنب بعضها عشان البيض ما ينزلش في ارضيه الصينيه ويلزق السندوتشات في بعضها. فيا اما نحطها بقى في الفرن شويه تتحمر او نحطها تحت الشوايه. فانا هحطها تحت الشوايه لان هي كلها مستويه كل الحاجات فيها مستويه لغايه ما يحمر وشها. ممكن اقلبها برضو على الوش التاني وادهنها ببقيه البيضه اللي هنا دي واحمر الوش التاني برضو تحت الشوايه. وبكده يكون خلص عندنا سندوتشات خبز التورتيلا السائله السريعه الجميله المحشيه بحشوه جميله قوي ونشوفها بعد ما تطلع.
وده شكل السندوتشات بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. وده لسه قبل ما ندخلها، ده منظرها قبل ما تدخل، وده منظرها بعد ما خرجت. وبالشكل ده المقدار اللي احنا يعني عملناه مع بعض، عمل لنا 10 سندوتشات بالحجم الجميل الحلو ده. اتمنى الفكره تعجبكم، واتمنى تجربوها، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه. تحياتي ليكم، حساس ده.